نروحوا لباقي الرياضات، باقي الرياضات من أين أبدأ ومن أين أنتهي؟ المرافق تعاني في غليزان، تصوروا هذا الموضوع حضرناه لزميلنا في غليزان اللي حضره هنا، أعطينا صور. أولا المسبح، هذا المسبح اللي كل شيء فيه جاهز إلا المياه، إلا المياه ماهيش موجودة، كأنه هذا حاجة صعيبة وصعيبة جدا في بلد مثل الجزائر. شاهدوا ما قدمه لنا زميلنا، نحييوه بالمناسبة، زميلنا بوغلمونة من غليزان اللي زار هذا المسبح اللي تصوروا من 1935. راح نشوفوا الصور. نعم، من الحقبة الاستعمارية 1985، أول مسبح يقال في شمال إفريقيا 1935. شوف المسبح حال جميل، الدولة خسرت أموال كبيرة على ترمته. هذا المسبح اللي ما يعملش وما يمشيش، والأطفال تاع مدينة غليزان في هذا الحر ما يلقاوش وين يروحوا، عوض يجوا. شوف كل شيء جاهز، وليفيستيار حتى الشوديار هذيك دوك تشوفوا كل شيء صورناه من داخل، وأيضا شيء غريب وغريب جدا. لماذا السلطات المحلية لا تقف على مثل هذه الأمور؟ المسبح هذا، شوف هاي الشوديار، هاي كل شيء متوفر من أجل أنه لي بومب تاني، كل شيء كاين باش المسبح هذا يمشي. ولكن هذا المسبح اللي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، من فضلك بوعلام، ربما الجمهور ما يمناش، فوالا نوريو لهم بلي. عودوا لنا الصورة الأولى من فضلك، الصورة الأولى، الصورة الأولى مهمة جدا. بريمير بيسين أولمبيك أون أفريك أون كونستركسيون أ غليزان 1935. زيد أعطينا الصورة الموالية، الصورة اللي بعدها بوعلام. هذا صورة هذا المسبح قبل ما يولي مغطى في غليزان 1935. زيد بعد باقي الصور، هام الصور كان مكان ل صور في غليزان لابيسين. هاي ديك صورة، صور قديمة للابيسين مينيسيبال تاع غليزان. اليوم شاهدنا هذه الصور التي تبقى يعني محيرة جدا، المرافق الرياضية في وضع مزري في غليزان. أعطينا نسمعوا لما قاله أبناء غليزان حول هذا المسبح. اليوم المسبح راه مغلوق، حنا كبرنا في هذا المسبح، نتمناو من السلطات يشوفوا فينا. المسبح راه كامل جاهز، كل الظروف مهيئه باش يقبل السباحين. حنا الان انا متحيرين، انا ما عرفناش الحل واش نديرو. السلطات ماناش فاهمين، البلديه ولا دي جي اس ولا شكون اللي راه اتخذ هذا القرار. حنا نتمناو انهم يشوفوا فينا ويفتحوا هذا المسبح. والمسبح هذا صرح تاريخي ووطني، واول فريق تاع كره الماء كان هنايا في غليزان. نتمنوا انهم يشوفوا لنا هذا المسبح ويفتحوه لنا ان شاء الله في القريب العاجل. احنا على ابواب الصيف، ودرجه الحراره في غليزان كما تعرف فوق ال 45 درجه. هذا التصريح الاول. حتى فريق كره الماء، اول فريق لكره الماء على المستوى الوطني كان في مدينه غليزان دائما. نستمع لهذا التصريح الموالي. كما هو معلوم راه في منذ اكثر من 15 سنه راه مغلوق بسبب الاعمال الصيانه فيه. للاسف الى هذه الدقيقه مازال ما فتحش، والسبب ما عرفناش. درك هنا هذا المسبح يعتبر اول مسبح في افريقيا، اولمبي في افريقيا، تاسس 1935، وفاني اللي يكون في علمكم ثاني اول فريق وطني الكره المائيه كان في تاسس في هذا المسبح البلدي. لكن المشكل المطروح انه المسبح ما فاتوا حوالي ربع ولاد فولاد كاع راحوا شافوه، راحوا المسبح. كل ولي من يروح يقولوا له على مشكل، كل ولي من يروح يقولوا له على مشكل. حنا نتمنى ان شاء الله ربي هذا الموسم، هذا الموسم الصيف ان شاء الله يفتحوا لنا المسبح هذا. شوديير كاين، اناره كاين، التريبين، الخدمه كاع داخل، لي فيسير، كل شيء راه مخدوم. صايب بقى غير يطقوا السباله كما يقولوا، يحلوا الماء ويخلوا ان شاء الله ربي يجود للاطفال في الصيف يعوموا. هذو كاع عمنا فيه، كبرنا في حنا في الصيف كبرنا في هذا المسبح، وفين يكون فرصه للاطفال
خاصة في المعوزة والفقراء اللي ما يروحوش البحر ولا ما عندهمش لي مويه ولا حاجة يجي يعوموا فيه. هذا مكان. إذا غليزان مدينة ماهيش ساحلية، وبالتالي أطفال غليزان وين يروحوا في فصل الصيف؟ نستمع لآخر تصريح لحول دائما هذا المسبح. علاش ما يحلوها الناس؟ ديجا هذه غليزان حامية سخونة، هذه غليزان بزاف نورمالمون حنا معدودة معدودين، الخليمة تاعنا الجو تاعنا معدود مع الصحراء. هذه لابيس كبرنا فيها حنايا، كنا نعوموا صغار، والدينا كبروا فيها. عمنا فيها، وين نروحوا في غليزان؟ قالت لنا كل حاجه بلعوه علينا، قالت لنا هاد لابيسين حلوا لاولادنا، ندوا ولادنا يعوموا تما، السباحه وين يروحوا؟ ما كاش كيفاش، اللي طلبوا من السلطات يحلوا لنا هاد لابيسين ويحلوها في اقرب وقت. وراهم رجال غليزان غايرين على البلاد. ها والله لا فوتبول لا حاجه، كملتوا مع كلش، ما بقى لنا والو في دي غليزان، اللي قلنا هاد لابيسين تاع ديجا الحمى ديجا، اي نهضر حنايا هذيك اي نعرق حمان. هذه غير قلت السمش. حلونا لابيسين مدى بكم ونطلبوا في أقرب وقت. إذا الوضع مزري سامي العماري في غليزان، مسبح لا يمكن فتحه لمدة 15 سنة، شفنا الصور منذ 1935. يعني ما فهمت، لن نديروا كونستا برك ونسكتوا باسكو عينا من الكلام، أو ماذا يمكننا أن نقول؟ شوف أنا عجبني واش قال هذا المواطن، باش ما نقولوش سيبورتر، مواطن نعم، قال لك قتلتوا كاع السبور في غليزان، وهنا نتفكروا واش صرا ليكيب تاع غليزان. صح، ووريناهم ساكن الماء ما كاش ابوندون. هذاك الروبورتاج تقدر تجبدو وتشوف باللي في غليزان، والان لابيسين يعني السلطات في غليزان جاب لي ربي ما يحبوش السبور. اون بيسين كيما هذه، جوايو كيما هذه، خلوها هكذايا. انا جو سوي كيريو تصور وعلاه او مغلوق، بلاك عندهم هما ثاني اسباب، ولكن اسباب تاع مهما تكون الاسباب الماء ماشي مشكل. لا مهما تكون اسباب هناك حلول، ولي جان تاع غليزان يردوا لهم اعتبار شويه، اعتبار المرافق سبور ماشي لابيسين. شوفوا ليكيب دو فوتبول عجبا، انا نشوف انا في الجزائر كاين ولات ولات، كاين ولات يديروا كلش صح، يعاونوا لي كلوب دي فوا، يخترقوا ميم القانون باش يعاونوا لي كلوب يفون enfin. مي يا دوطر ولات ابسون غايبين، وهذا الكيل بالمكيالين هكذا تقول كيل بالمكيالين. وعلاه بوكو يا ديوالي كي سانفيستيس دو فوا مي اختارقوا ميم القانون كيما قلت لك، القانون يعاونوا لي كلوب تاعهم، يعاونوا لي سبورتيف تاع لا ولايه تاعهم، دوطر ولايه غايبين، تقول لا حول ولا قوه، سي با نورمال سا. سعلي، هل من كلمة حول ما شاهدت وحول ما نشاهد في هذه الصور؟ والله السيد هذاك اللي كان يهضر قال كان يعني نعرق ديجا، كانت سخانة هذه واحدة. ثانيا وقتاش هذا الروبورتاج هذا؟ وقتاش هذا الروبورتاج؟ تقريبا عنده ثلاث أسابيع أو ثلاث أسابيع، ونقول له ديجا قعدتوا 15 سنة باش فطنتوا، سخانة ضربتكم للراس. نورمالمون في العام الاول تنوضوا تروحوا تبعثوا لي نوطابل الكبار وكذا، تروحوا للولايه. قال خويا رجعنا حنا رانا هنايا معروفه ريليزان شلف هذوما كاع سخونه خويا، تخدم لابيسين وانت راك وسيرفيس دو لا ولايه، انت هو البريمير انت اللي تخمم على الشعب تاعك. صح، هما قعدوا 15 عام ابري، هذه وحده. لا هو قال كاو مغلوق منذ 15 عام، يقولوا لهم او راح يسقموها وكاين إيه بروبليم إيه وكاين بصح إيه، ماشي المواطن هو المسؤول عليه، المواطن واش حيدا المواطن المسؤول ما راحش يرفونديكي، ما رفونديكاش 15 عام هذا قعد 15 عام يا اخي، ما تقوليش ريفونديكا ما ريفونديكا. دوكا اللي فطنوا هاد السما على شهر اللي فات ما كانتش، على عندها ست شهور، على عندها عام، على بركه نهار ضوان ما ريفونديكاوش. حنا نقولوا يروحوا يتكلموا باسيفيكمون، يكتبوا يروحوا يهضروا. باش قال لي يا سيد الوالي روح دير خدمتك، روح دير خدمتك، ما عارف شكون اللي كانوا تما، روحوا ديروا خدمتكم. لا بيسين ماشي بيسين تنفتح، تما لازم بليزيور بيسين، البلاد سخونه بزاف، لازم بزاف لي بيسين. كيف انت ما عندهم لا بحر لا والو، حرام. الدراري الصغار ينهضوا يدوروا غير يشوفوا، تسمع غير الزش يقتل. علاه جو بونس كو السلطات العليا ما سمعوش بهذا الشيء هذا. هذا اخي بيسين وحده من 35 في السبعينات ميونيخ كانوا عندهم 5000 بيسين.
انا دما نورمالمون نورمالمون في شاك ولايه في شاك كومون شاك كومين عندها بيسين تاعها باش لو سيتوان الولد صغير يبدا يعوم صغير بور لا بون سونتي دو سيتوان. احنا ما كاش انا شو مساكن شوف 1938 كانوا يعوموا 35 يعوموا 2024 ما تعومش خير ولي نولي ولا اللور خير يا مانا 2024 غرقوا 2024 يطلقوا مغلوقة بي 15 قال لك فاتوا كات والي أربعة ولات جازوا سي بانر هذا هو البارادوكس من 1933 صافي دير كو لا بوبولاسيون تاع غيليزان عندها دي تراديسيون تاع لا ناج قال لك عندهم أول فريق كرة المائية كان قال لك بريمير بيسين في 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 هذا هو البارادوكس تاع هذه ولاية غيليزان نتمناو الدي جي اس باسكو الدي جي اس إلي تري أكتيف نذكرك الريبورتاج اللي درتو تاع هذاك اللي يبيع الخبز اسكو مازال هذاك دي جي اس ما على بالك هذاك عاود عيط له وعطى له بورس درتو ريبورتاج علاش ما عيطلوش من قبل ما نديرو ليميسيون اي فوالا اي بارفوا بارفوا يديرو سي باش يشوفوا لي على فلان اللي تري زاكتيف انا نحب واحد يكون اكتيف بلا ما يصرى حاجه في التلفزيون دركا واحد او يخدم دي جي اي دي جي اس او يخدم ما كان حتى ايميسيون تهضر عليه هو يخدم وي احنا حتى الدنيا كاع الجزائر تشوف العالم كاع يشوف ويناضي يتحرك واش عليه طوميو يتحرك احنا تحركوا من قبل انا ريليزان كي نجوز طريق على نروح الوهرم تضربني هذيك السخانه نقول يا رب مساكن كيفاش انا نخمم على الفقير ما ينجمش يشري ولا دو كليماتيزور يضرب الفرفاره مسكين في الاول والدبان يززش حرام هادشي هذا ديروا لهم نورمالمون تما كان واحد الوي بيسين ولا